الخبر الجماعي، الخبر يأتي من المصدر. السلام عليكم. يشهد المغرب هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ 4 عقود، ولا يتعدى مخزون السدود المغربية 27% من طاقتها، لكن الوضع مرشح للأسوأ تدريجيا في أفق العام 2050 بفعل تراجع الأمطار وارتفاع السنوي للحرارة. وفق تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبلغت أرقام حجم ملء السدود بالمغرب حوض لوبوس 40.66%، وحوض سبو نسبة ملء 38.86%، ثم حوض تنسيفت 42.32%، يلي حوض أبي رقراق بنسبة 16.33%، فحوض ملوية بنسبة ملء تصل إلى 31.27%، أما حوض زيزكير غريس فتبلغ نسبة ملء به 27.27%، في حين وصلت نسبة ملء حوض درع الواد نون إلى 20.83%، ثم نسبة 11.87% بحوض سوس مازة، في حين تم تسجيل أقل نسبة في حوض أم الربيع ب 6.42%. والملاحظ أن الأحواض المتواجدة في شمال المملكة تعرف انتعاش مائية بالإضافة إلى حوض تنسيفت، وذلك بالمقارنة مع نظيرتها الجنوبية.